بقاء لله. احنا حاولنا على قد ما نقدر، بس دي إرادة ربنا. إنا لله وإنا إليه راجعون. رسول الله، جئتك في ذنوبي وإن النفس تغري بالمعاصي، إذا راقبت مع الجهل الشباب، شفاعتك الرحيمة أرتجيها، فإن تمن أمنت بها العذاب. يحب الله أن يعفو، فإن لم أسئ أغلقت للغفران باب. يا رسول الله، يا خير خلق الله، يا رسول الله، يا خير خلق الله، يا أول خلق الله وخاتم رسل الله. الله 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 الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. يا الله يا الله يا الله. آه يا دي شيماء، أنت مش مصدقة؟ طب أنا أديلك عليها. يا شيماء شيماء يا شيمة، انتوا ما بتصدقوش ليه؟ ما قلتلكوا لسه ما رجعش، لما يرجع هتبقوا تعرفوا كلكم. سايقه عليك النبي تبعتي له يجي، ده احنا بنيجي من اخر الدنيا. طيب يا اختي هبعت له، ولما يرجع هتبقوا تعرفوا كلكم. النبي ما تبخلي علينا يا ست، ربنا يشفي لك بنتك يا رب. احنا ما صدقنا ان فينا حد مبرور. حاضر يرجع هو بس. ده ان رجع مشيتيهم؟ مشيتهم ولسه همشي غيرهم، ده انا عايشه في الهم ده بقالي 5 شهور بحالها. افتكري يا بنت كده يمكن زعلتيه في حاجه. هو انا لحقت اكمنه يعني كبير وانتي صغيره عليه؟ يا اختي تنيلي، ده خلف ده يحق له يتجوز 10 مش 4. يبقى انتي بقى. انا ايه؟ انا كنت عارفه ان خلف مش راجع. يرجع ليه؟ هو حس انه عمل اللي عليه ورضاني، اتجوزني ووقف البت على رجليها. ايه اللي يقعده بقى؟ هيرجع هيرجع ان شاء الله، هيرجع عشانك وعشان شيماء. انت يا بنت مش قلتي انه تعلق بيها؟ ده هو لما اكون من صلبه يا ربي يرجع يا وز، ساعتها احس ان ربنا شايل لي فرح لسه. هيرجع هيرجع ان شاء الله، هيرجع عشانك وعشان شيماء وعشان كل الناس اللي عرفته وتعلقت بيه. راجع ان شاء الله. هي كل الناس عايشه في غول. الله يخرب بيتك يا زينهم، انت رجعت تعك تاني؟ خد خد يا عم، يا عم خد ايه بقى؟ بس تعالى خد. عايز ايه؟ اقول لك اصل الشحن خلص. هنعمل ايه بس يا متولي؟ خد يا صاحبي. شفت ادي زينهم الناس اللي رايحه جايه عليه؟ ده احنا كان هيتفتح علينا باب خير ملوش اخر، ده احنا كنا هنغب غاب. يا صاحبي احنا الفار متسجل باسمنا في الشهر العقاري. ايه ده؟ الشيخ خلف. الشيخ خلف مين؟ الشيخ خلف يا جدع. الشيخ خلف يا جدع. الشيخ خلف. صباح اصحى صباح، الشيخ خلف جه. صباح اصحى، الشيخ خلف جه. الشيخ خلف جه. يا شيخ خلف جه. يا بنت اصحي يا صباح، الشيخ خلف جه. بقول لك يا صباح اصحي، الشيخ خلف جه. الشيخ خلف جه. بقول لك الحمد لله على السلامة يا سيدنا. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة يا سيدنا. الحمد لله على السلامة. 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 عايزاك جوه يا شيخ خلف في كلمتين.
اللي عملته ده؟ انت فاكرني ايه؟ قصدك ايه؟ اقوم من النوم ملقاكش جنبي وسايب لي فلوس على الكنبه، انت شايفني ايه بالظبط؟ شايفك مرتي وانا راجلك والفلوس دي لانك مسؤوله مني. اللي عملته ما يقولش كده. انت ما تعرفش انا حصل لي ايه؟ وزده تتريق عليا واهل الحته كلهم يجيبوا في سيرتي، عروسه عريسها يسيبها يوم الصباحيه ويهج. انا عملت فيك ايه عشان تعمل فيا كده؟ انا حبيتك. كان غصب عني. هو ايه ده اللي غصب عنك؟ كان لازم الحقه. تلحق مين؟ ولدي. انت عندك ايه؟ مات، راح للي خلقه. يقطعني يا اخويا، يقطعني يقطعني، حقك عليا. طب ما قلت ليش ليه كنت شلت معاك الهم؟ ما تعودتش اوجع اللي احبهم. بس يعني انت ما قلتليش قبل كده انك انت عندك ولد ولا انك متجوز؟ هي لسه على ذمتك؟ طلقتها قبل ما اعرف انها حبلة فيه. يعني اتاخرت كل ده ليه؟ يعني انا اعرف ان العزا بيبقى يوم ثلاث ايام. كنت عواسي نفسي، رحت المكان اللي ارتاح فيه. قدري اني معي عيش لي شويل وعذابي اني اشوف اللي احبهم يموتوا مرتين، مره في خيالي ومره قدامي، ومش قادر اعمل لهم حاجه. وانا قدري اني بحبك بجد يا خلف. عليك النبي ما تعيط. سيبيني الحالة دلوقتي، سيبيني الحالة. هتعملها تاني وتسيبني؟ العلم عند الله. هتعملي ايه؟ العلم عند الله. هفرش هنا وانام لك على عتبة الباب عشان ما تسيبنيش وتمشي. ما تاكلي لوحدك وانت صغيرة. امك غيرانة منك. ما تزعليش، هوكلك انت كمان. بسم الله الرحمن الرحيم. ماله؟ ماله كمان صغيرة. الناس يوماتي جاية بتسأل عليك، محدش مصدق انك مسافر، فاكرني حيشاك عنهم. ما تقوليش لحد. ليه؟ ده ناس غلبة قوي وعشمانين فيك، تحرمهم ليه من الفضل اللي ربنا مديهولك؟ طب تصدق بالله فيهم ناس غلبة قوي مستاهلين الكلمة الحلوة، ما تبخلش عليهم بيها. ايوه يا بابا، وفي ناس زيي بتقعد تيجي وتبص عليا عايزين يمشوا زيي. ليه باب ليه اول وملهوش اخر؟ ربنا وحده اللي يعلم اخرته ايه. اخرته خير ان شاء الله. هو انت بتعمل حاجه تغضب ربنا؟ حاشا لله. هو النبي عليه الصلاه والسلام، عليه افضل الصلاه والسلام، النبي مش قال انه ربنا خلق ناس يحلوا مشاكل الناس ويساعدوهم؟ ان لله عبادا اختصهم بقضاء حوائج الناس، حبب الخير إليهم وحببهم إلى الخير، هم الآمنون من عذاب الله يوم القيامة. ربنا يوعدنا. يلا كملوا.
عليكم. هو شيخ خلف هنا؟ يا امال احنا ملمومين على ايه؟ ده بيدخل واحده وعشره. لا ويا ريت يدخلنا. على الاقل هو احسن من غيره، لا بياخد ابيض ولا اسود، ولو تحطيه في الصندوق بيرضى بيه. بس سيبوا باتك. لا اله الا الله. انا بس كنت عايزه ابلغه ان ربنا استجاب له دعائي. طب وانا هدخل له ازاي؟ طب سلام عليكم. عليكم السلام. ست كل، ست كل، كنت عايزه الشيخ خلف صح؟ بس الناس بيقولوا مش هعرف اقابله. عيب، ثانية واحدة وادخلك. لا 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 خلاص، هو زمانه عارف. بس ممكن تديله النبت ده؟ انا وقتها هجيبه له. نبت وعربية وست الكل. ولو ممكن تديله دول كمان؟ ست الكل، ست الكل. السلام عليكم. اتفضلي يا امي. وانت يا بنتي خدي زي ما انت عايزه. واحده كفايه. اديك حشتي نصيبك بيدك، كان حيجيلك عريسين بدل واحد. انت صدقت يا حجه؟ يعني لو جالك عريسين هتتجوزيهم التنين؟ لا، عشان تختاري. كفايه عريس بس يجي يا سيدنا. هتصوم يا منى؟ رمضان، بصوم رمضان. هتعوضي؟ ما بتعوضش يا سيدنا. عليكي ديون كتيره لازم تسدديها. تصوم اثنين وخميس وتجري سوره الانعام وياسين قبل ما تدخلي سريرك، وتفتح عينيكي على سوره الاخلاص، والفرج من عنده ان شاء الله. مع السلامه. مع السلامة. أيوة يا منام، أنت قلتي لي فين بيت الشيخ خلف؟ أخش يمين من صلاح سالم. طيب. يمين في يمين. طيب. أوكي، أنا هبقى أكلمك بعدين. مع السلامة. لا إله إلا الله. مع السلامة. أستاذ محمد، من فضلك هنخش يمين في صلاح سالم. خلصنا يا متولي. علوا صوتكم، علوا صوتكم كمان عشان سيدنا يحلف ما يشوف حد فيكم. كل واحد في دوره. ما تشخطش فيهم كده، محدش يحط في الصندوق ده أكتر من 5 جنيه. اللي معاه جنيه زي اللي معاه 5، كل واحد ومقدرته، واللي مش هيدفع برضه هيدخل. والله يوماتي بقول لهم كده. قلت لكم كده ولا لا؟ ما تنتهوا. الله، وبعدين يا متولي شوف مين على الدور ودخله. يلا بتوع بني سويف، يلا يلا اتكلم مع الناس عادي. تمام. ذنبها ايه؟ هي مين يا سيدنا؟ اللي رميتوها هي وولادها في عز البرد. انتوا ايه؟ قلوبكم قاسية كده ليه؟ كارهين نفسكم ليه؟ مش قادرين تحبوا غيركم ليه؟ صلاة ايه اللي هتصلوها؟ وتقول ايه اللي هتربوها؟ ربنا فين من أعمالكم؟ يا ترى القبلة زي ما هي ولا غيرتوها؟ علوا صوتكم، علوا صوتكم كمان عشان سيدنا يحلف ما يشوف حد فيكم. كل واحد في دوره. ما تشخطش فيهم كده، محدش يحط في الصندوق ده اكتر من 5 جنيه. اللي معاه جنيه زي اللي معاه 5، كل واحد ومقدرته، واللي مش هيدفع برضه هيدخل. والله يوماتي بقول لهم كده. قلت لكم كده ولا لا؟ ما تنتهوا. الله، وبعدين يا متولي شوف مين على الدور ودخله. يلا بتوع بني سويف، يلا يلا اتكلم مع الناس عادي. تمام. ذنبها ايه؟
هي مين يا سيدنا؟ اللي رميتوها هي وولادها في عز البرد. انتوا ايه؟ قلوبكم قاسية كده ليه؟ كارهين نفسكم ليه؟ مش قادرين تحبوا غيركم ليه؟ صلاة ايه اللي هتصلوها؟ وتقول ايه اللي هتربوها؟ ربنا فين من اعمالكم؟ يا ترى القبلة زي ما هي ولا غيرتوها؟ والواد الغلبان ده ذنبه ايه يشيل ذنوبكم ويتعذب بيها؟ قصدكم امينة دي ايه؟ ام عندها يتامى مشيتوها من البيت عشان تجوزوه. عرفتوا تجوزوه؟ شايفين الدمامل دي؟ دي من دعاها عليكم، ومش هي بس اللي هتدعي، انا كمان هدعي عليكم. لا 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 يا سيدنا، ترجع بيتها حالا ونعوضها عن كل اللي جرالها. بس والله ما احنا السبب، الشيخ جمال قال لنا. قال اللي قاله، حديته ماسخ ملوش عازه. توعتوك ايه؟ عقولكوا كانت فين؟ سامحنا يا مولانا. باعد روحوا لها وحبوا على قدها يمكن تسامح. غور بركاتك يا سيدنا، بركاتك يا سيدنا، بركاتك يا سيدنا، بركاتك يا سيدنا. هات المعلم حمودة جوه جنب باب سيدنا، لو قعد اكتر من كده يا سوالدنا قتيل. تعال سيدي المعلمين جوه جنب باب سيدنا لحد ما اللي جوه يخرج وتخش انت. اتفضل اتفضل معلم حمود، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته برضه. أنت بتشتغل مع الشيخ خلف؟ الحمد لله. قل له الحاجة زهرة الشريف عايزاك في كلمتين. للأسف سيدنا ما بيخرجش يقابل حد، عايزة تقابليه تقف تستني دورك. قل له الحاجة زهرة عايزاك. قول له انت بس، الحاجة زهرة عايزاك في كلمتين. انا هقول له، بس انا عارف، بس هقول له.